السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم راح أشوفكم آخر التحديثات في المزرعة. لا تنسوا اللايك واشتراك. أحط أكل للسمان مثل ما تشوفون. أنا أحط لهم من هذا الأكل. شوف طبعا الرديات لان جوعانات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صلي على محمد. هسه أنا رايحة على الدجاج مثل ما تشوفون. طبعا انا كركت دجاجة بذيك الفيديو وحطيتها بهذا البرميل مثل ما تشوفون. هسه انا مؤخرتها لان ثالث يوم اجيت لقيتها ثاني يوم وثالث يوم ظلت تحوس وما تقدر تكرك. يعني هي كارك وتشوف ان هي يمكن فروجة ما قدرت. يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا جوعانين كلش. راح احط لهم الاكل وارجع لكم او راح افتحها للاحسن. بس اسد الباب. سديت ذاك الباب وجيت حطيت الاكل بالطاسات. هفتحهن. المي طبعا داخل القفص. بسم الله بسم الله ما شاء الله. نصلي على محمد. طبعا حلو يعني اطلعهن هنا شوي يفترون. حطيت صندوق هنا حتى لان الباب ينسد عليه النبات وما ما اقدر اجي النبات. يعني يكون عندي شغل. الله شوف شنو اطلع طبعا الفقاسة. يعني لما حطيت بيض بالمفقس يعني هو عندنا مفقس قريب افقس بيه البيض. ياخذون على البيضة ربع اللي راح تفقس طبعا. يعني مو كل البيضات اذا ما فقست هذه البيضة ما ياخذون منها فلوس عليها. يعني هو ربع يعني على كل بيضة تفقص ربع. فأنا حاطة هسه طبقتي مثل ما شفتوا بديش الحلقة يوم 21 بشهر الأول. قالوا لنا تعالوا تاخذوهن بشهر الثاني يوم 13. هسه احنا بشهر الثاني. بسم الله ما شاء الله. اللهم صلي على محمد. طبعا كانت عندي هاي مرقية بس سودة مثل ما تشوفوها. كانت تعرج حتى عبالي اذبحها. بعدين شفتها تحسنت وعفتها. يعني حاليا الحمد لله تحسن واضح. دي يطلع بالدجاج الحمد لله وشكرا له. يعني انا اراقبهم بمراقبتي انهم احسن متحسنات. طبعا هذا برقيبة شي يسوي يخاف منه هذا الديك. يعني مثل ما كل الحلقة نقول طبعا كلهن واحد يقتل الاخ. بس حاليا الحمد لله زين. اللي عنده سؤال استفسار بخصوص موضوع او شيء خليه يكتب لي بالتعليقات احاول اجاوب اذا كانت عندي معلومات او كده او مثل شيء مثل هذا. طبعا عندي السمانات فترة جاهني بيضا وفترة بعدين عافن البيض يعني قطعا عنه. خوش ما شاء الله. يعني بوقتها بيضا يعني كمية. بوقتها طلعت حلقة شلون تعرفوا الذكر السمان والانثى. واللي شايفها يكتب لي بالتعليقات اسفل الفيديو. طبعا دعمكم للقناة حتى تستمر يعني اكثر شيء راح يشجعني انشر فيديوهات اكثر. انا طبعا اخذ اوراق خس للدجاج ياكلون. يعني اهم شيء الخضرة الهن. خلوني ادور لهن اوراق. بسم الله ما شاء الله. شوف هذا شلون لاف. راح اخذ الاوراق اللي حوله يعني هيج. هذا راح احطه هنا هسه. اخذ ذول الاوراق. احطهم بالسطح. هذا راح اخذه وياي احطه جوا واجي.
أذبه من ورا السياج. طبعا اهم شيء الخضرة الدجاج. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك القناة لتوصلوا بجديد الفيديوهات، ومع السلامة.